بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أعزائي طلاب الصف السابع الأساسي، إن شاء الله اليوم راح أقدم لكم الدرس الثاني من الوحدة الثامنة الإحصاء بعنوان الوسيط والموال. النتاجات التي يجب أن نتعلمها بهذا الدرس أن تجد الوسيط لبيانات عددية وأن تجد المنوال لبيانات عددية. في البداية بدنا نعرف الوسيط أو نتعرف على مفهوم الوسيط. الوسيط لمجموعة من الأعداد مرتبة ترتيباً تصاعديا او تنازليا. يعني الشرط الاساسي عشان اوجد الوسيط لازم القيم ارتبها تصاعديا او تنازليا زي ما بدك. اذا كانت عدد القيم فرديه فراح يكون الوسيط هو العدد الاوسط منها. اما اذا كان عدد القيم زوجيه فان الوسيط راح يكون هو المتوسط الحسابي للعددين الاوسطين. كيف هذا الكلام راح نطبقه؟ نفس الملاحظة اللي هون بحكي لك، إذا كان عدد القيم فردية فإن الوسيط بعد ترتيب القيم تصاعدياً أو تنازلياً. وانتبه إنه الترتيب تصاعدي أو تنازلي إجباري عشان أطلع الوسيط. فراح يكون الوسيط هو العدد الذي ترتيبه عدد القيم زائد 1/2. بينما لما يكون عدد القيم زوجية فإن الوسيط طبعاً بعد ترتيب القيم تصاعدياً أو تنازلياً فإنه الوسيط راح يكون هو المتوسط الحسابي للعددين اللذين ترتيبهما هو عدد القيم على 2 وعدد القيم على 2 زائد 1. كيف نطبق هذا القوانين؟ تعال نشوف مثال واحد. مثال واحد بيحكي لي جد الوسيط للقيم الآتية من خلال طبعا تطبيق القوانين. أولا بدنا نوجد الوسيط للفرع الأول، إذا يجب أولاً الترتيب يا إما تصاعدي أو تنازلي. خلينا هون إحنا نرتب تصاعدياً، نرتبها تصاعدياً يلا مع بعض. نرتب أصغر إشي عندك 2، بعدين 3، بعدين 4، 5، 7، 8 طبعاً مكررة مرتين بكتبها، بعدين 9، بعدين 10. هلأ عدد القيم بعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بتساوي 9، والتسعة بعرف إنه عدد فردي. بما إنه عدد فردي معناته صار الوسيط هو العدد الذي ترتيبه بيساوي عدد القيم زائد 1/2 يساوي عدد القيم. كم من قيمة عندي أنا؟ 9 زائد 1/2، هذا من ضمن القانون. إذا يساوي 9 زائد 1 10/2، وعشرة على 2 شو بيساوي؟ 5. بنروح نبحث عن العدد اللي ترتيبه 5. طبعا بعد الترتيب التصاعدي والتنازلي بنروح بندور على العدد اللي ترتيبه 5، بنعد 1 2 3 4 5، فبكون الوسيط بيساوي 7. إذا الوسيط راح يساوي بيساوي 7. هذا اللي هون طلعناه رتبة الوسيط، يعني الوسيط بأي ترتيب موجود. تمام، نشوف الفرع الثاني نفس الإشي، لازم نرتب، يجب الترتيب يا تصاعديا او تنازليا. خليها تصاعديا. اوكي تمام. اصغر قيمه عندك 12، بعدين 19، بعدين عندك 23، 25، 28 و30. عدد القيم بعدهم 2 4 6، إذا 6 و6 عدد زوجي. واتفقنا إلى لما يكون عدد القيم عدد زوجي بطبق على القاعدة التالية، إنه الوسيط أو رتبة الوسيط، إذا الوسيط الذي ترتيبه يساوي عدد القيم على 2 فاصلة عدد القيم على 2 زائد 1 يساوي عدد القيم 6. بتحط 6 على 2
وتنزل الفاصلة زي ما هي، عدد القيم على 2 كمان 6 على 2، وما تنسى زائد 1 يساوي 6 على 2 3، و6 على 2 3 زائد 1 4. إذا بنروح نبحث عن العدد اللي ترتيبه 3 والعدد اللي ترتيبه 4، بنعد 1 2 3 4. إذا هدول هم العددين اللي واقعين بالترتيب الثالث والترتيب الرابع. إذا الوسيط بتساوي تاخذ 23 زائد 25 لأنهم هم القيمتين المتوسطتين، فبدي أطلع المتوسط الحسابي لإلهم، تجمعهم تقسمهم على 2، 48 على 2 بيساوي 24 وهو المطلوب. ننتقل لتدريب واحد، مطلوب مني كمان أوجد الوسيط للقيم التالية. ما ننسى إنه أول خطوة يجب الترتيب تصاعدي أو تنازلي، خلينا نرتب تصاعديا. أول عدد طبعا تصاعديا من الصغير للكبير، أول إشي عندك ال 28 أصغرهما، أصغر إشي، بعدين ال 33، بعدين ال 118، عفوا 38، إذا 28 33 38 و42، ال 45 مكررة مرتين، وال 54، بعدين ال 55، بعدين ال 65، بعدين ال 66، آخر إشي 82. تيجي بتحكي لي يا مس طب أنا نسيت القانون الوسيط، كيف بدي أطلع رتبة الوسيط بعدين أطلع الوسيط؟ أحكي لك بدي أعلمك هلأ طريقة تانية إذا نسيت، في حال نسيت القوانين. هلأ إحنا متفقين إن أول إشي لازم ترتب القيم تصاعدياً. طلع شو بتعمل بعد ما ترتبها تصاعدياً؟ تشطب قيمة من الأول وقيمة من الأخير. نفس الإشي، قيمة من الأول وقيمة من الأخير. كمان مرة، قيمة من الأول وقيمة من الأخير. وقيمة من الأول وقيمة من الأخير. وقيمة من الأول وقيمة من الأخير. بضل عندك في المنتصف فقط ال 45، إذا الوسيط راح يكون بيساوي 45. لو طبقت على القانون راح يطلع عندك رتبة الوسيط السادسة، يعني اللي بيكون 45. الفرع الثاني نفس النظام، أول إشي يجب الترتيب تصاعدياً، برتبها أول إشي عندك صغير التصاعدياً من صغير لكبير، أول إشي 98، بعدين 113، بعدين 118، 122، 124. طبعا انت بهن 124 مكررة مرتين، 125، 128، 129، واخر اشي 132. نفس الاشي، انا هون نسيت القانون، طبق زي ما حكيت لك. اول اشي رتب ترتيبا تصاعديا، بعدين اشطب قيمة من الاول وقيمة من الاخير. قيمة من الاول، قيمة من الاخير. قيمة من الاول، قيمة من الأخير. قيمة من الأول، قيمة من الأخير. بكتشف إنه هون أنا عندي عددين ضلوا بالأوسط، فما بقدر أشطبهم مع بعض. إذا بحكي إنه الوسيط يساوي 124 زائد 124 على 2، اللي بيساوي 248 على 2 بيساوي 124 وهو المطلوب. طبعا لو سألتك هاي 124 ترتيبها كم بالضبط، تحكي لي 1 2 3 4 5 الترتيب الخامس، وال 124 هاي كمان ترتيب بيكون السادس لأنه بعد 1 2 3 4 5 6. ننتقل لتدريب 2، نفس الإشي طالب منك الوسيط لهذه الرواتب، معطيك رواتب موظفي لأحد الشركات، مطلوب منك الوسيط. ما ننسى يا سابع، أول خطوة يجب الترتيب يا تصاعديا او تنازليا. خلينا نعملها دائما احنا تصاعديا، يعني من الصغير للكبير. اصغر الرواتب انا عندي هون 180، تمام.
بعد 180 في عندك 220، تمام. بعد 220 بيجي الأصغر 333، وبعدين 350، بعدين 390. انتبه انتبه بس كيف بدك ترتبهم تصاعديا. إذا أخذنا 220، ها طلع أخذناهم 220، وأخذنا 180، وأخذنا 333، وأخذنا 350، وأخذنا 390. بقي عندك، في عندك 400 هلا، بعدين 420. ما تنسى إن ال 420 مكررة مرتين، إذا أخذنا ال 400 وأخذنا ال 420. بقي عندك ال 480، وآخر إشي ال 540، وانتبه كيف أنا حليت. تمام، نسيت القانون يا مس، مو مشكلة، اشطب قيمة من الأول وقيمة من الأخير. يلا، قيمة من الأول، قيمة من الأخير، بس بدك تتأكد إنك مرتب ترتيب تصاعدي أو تنازلي، لأنه ما بيزبط. قيمة من الأول، قيمة من الأخير، نفس الشيء، قيمة من الأول، قيمة من الأخير. بي عندك في المنتصف 390 وال 400. إذا الوسيط راح يساوي ال 390 اجمع لها 400 واقسمها على 2. لما نجمع 0 زائد 0 0 و9 زائد 0 9 و3 زائد 4 7 790 على 2. طبعا نعملها قسمة طويلة، ما تنسى إجراءاتك للقسمة الطويلة. 790 على 2، 7 تقسيم 2 فيها 3، 3 ضرب 2 6 وبتطرح، بتنزل 9 صارت 19، 19 تقسيم 2 فيها 9، 9 ضرب 2 18 وبتطرح، بنزل الصفر، 10 تقسيم 2 5، 5 ضرب 2 10 وبتطرح. إذا الوسيط 395. هلا ننتقل لمقاييس النزعة المركزية، اللي هو عندك المنوال. من مقاييس النزعة المركزية اللي هو هلا المنوال عندك. المنوال بحكي لك هو القيمة الأكثر تكرارا، وين في قيمة تتكرر أكثر من غيرها فبكون هو المنوال. تعال نشوف كيف نطلع المنوال في تدريب أربعة. تدريب أربعة بيحكي لي جد المنوال للقيم الآتية، معطيك قيم 85، 92، 79، 68، 99، 115، 79، 79، 68، 91، 68، 79، 88، 79. إذا تخربطت مثلا في إشي معين، اعمل جدول تكراري للإشارات زي الجدول اللي تعلمناه أيام صف خامس وسادس. بنكتب هون القيمة وهون الإشارة أو التكرار. القيمة 85 كم من مرة تكررت هون؟ مرة واحدة. القيمة 92 طبعا هو واضح، بس أنا عشان ما تتخربط أثناء الحل، 92 ما في غير مرة واحدة، طبعا أشطب اللي بتعملها. التسعة وسبعين هاي واحدة، تنتين، ثلاث، أربعة، خمسة. إذا واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ذكرت الإشارات. تمام، الثمانية وستين، ثمانية وستين، واحد، اثنين، ثلاث. إذا واحد، اثنين، ثلاث، تمام. التسعة وتسعين فيش غير واحدة، إذا تشطب التسعة وتسعين تكتب بس واحدة، تمام. المية وخمسطاش فيش غير كمان مية وخمسطاش واحدة، إذا واحدة، تكتب إشارة واحدة. الواحد وتسعين بس كمان واحدة، والثمانية وثمانين بس كمان واحدة، هاي 91 وهي 88. أوكي،
من خلال الجدول اللي عملناه بالإشارات، مين أكثر مين القيمة الأكثر تكرارا؟ راح تكون 79. هلا صح 68 مكررة، بس لكن 79 مكررة 5 مرات، إذا المنوال هو 79 لأنه أكثر تكرارا. ننتقل لتدريب 5 صفحة 138 من الكتاب. بحكي لك بدك تكتب بيانات ليس لها منوال. كيف يعني بيانات ليس لها منوال؟ اطلع لي على القيم اللي معك. لو طلعت على الثلاث، الثلاث مش مكررة ولا مرة غير مرة واحدة، الخمسة كمان مكررة مرة واحدة، والستة بس مكررة واحدة، العشرة مكررة مرة واحدة، 12 مكررة واحدة، وال11 كمان مكررة واحدة، ال20 مكررة مرة واحدة، وال9 مكررة واحدة. إذا ما في عندك ولا قيمة تكرارها أكثر من الثانية، إذا هون بحكي ليس لها منوال، لأنه ولا قيمة تكرارها أكثر من الثانية. بينما البيانات لها منوالان، اطلع لي على ال17، ال17 كم من مرة مكررة؟ مرتين. ال17 لو أجينا عملنا جدول للقيم، وهون الإشارات، طبعاً ال17 مرتين، ال8 مرة واحدة، الستة مرة واحدة، العشرة مرة واحدة، 12 مرة واحدة، والخمسة مرتين. بتلاحظ من هون إنه 17 والـ5 أكثر تنتين مكررات، معناته هون بحكي إنه يوجد منوالان هما 17 والـ5 وهو المطلوب. نطلع على سؤال 2 من تمارين ومسائل. بحكي لي سؤال 2، صل بخط بين الجمل الآتية والشكل المناسب. المتوسط يساوي 2، المنوال بيساوي 5، والوسيط بيساوي 3. المتوسط يعني بدك تعرف انه مجموع القيم على عددها راح يطلع معاك 2. من الاشكال 1 و2 و3، اذا طلعت اللي هون بتلاحظ انه شكل 2 اجمعهم 2 4 6 8 10، 10 اقسمهم على 1 2 3 4 5 على عددهم 5، شو بعطيك؟ 2. اذا الرسمه اللي بتدل على انه المتوسط الحساب يساوي 2 بالشكل الثاني. المنوال بيساوي 5، ما ننسى شو يعني منوال، يعني القيمة الأكثر، القيمة الأكثر تكرارا. بتطلع على الشكل الأول والشكل الثالث، مين القيمة الأكثر تكرارا؟ 5، 1 2 3 4 5، 5 تكررت مرة مرتين 3، إذا المنوال بيكون هو الشكل الثالث. الوسيط بيساوي 3، واحنا حكينا الوسيط يجب الترتيب، يجب الترتيب تصاعديا او تنازليا زي ما بدك. رتب لي اياها، هاي بتكون هاي الحلقه الاولى اول شيء، بعدين الثانيه، بعدين الثالثه، بعدين عندك 4، بعدين اخر شيء 5، 5 حلقات فوق بعض. القيمة اللي بالأوسط، اشطب الأولى واشطب الأخيرة، أولى والأخيرة، شو طلع عندك الوسيط؟ اللي هي الشكل اللي فيه 3 حلقات، إذا الوسيط بيكون هو الشكل الأول. السؤال الرابع طبعا مهم، كل درسنا طبعا مهم، بس هون عشان تنتبه للفكرة اللي هون موجودة. اكتب عددا في كل مما يأتي. عندك القيم 2 4 6 7 4 5، بدي قيمة عشان يكون المنوال 4. ايش يعني المنوال 4؟ يعني الأكثر تكرارا. عشان يكون المنوال 4 معناته لازم يكون تكرار الأربعة أكثر إشي، فبدي يكون في المربع
أربعة، لأنه الأربعة تكررت أكثر إشي، فبدي يكون المنوال بيساوي أربعة. في فرع باء عندك القيم 5 و10 و0 و9 وفراغ و15، مطلوب منك بحيث انه المتوسط الحسابي بيساوي 7. طب كيف انا بدي اوجد عدد هون بحيث يكون المتوسط الحسابي بيساوي 7؟ اطلع لي هون، اجمع الخمسة والعشرة والصفر والتسعة والخمستاش. لو جمعنا نحلها لتحت هون فرع باء، اجمع لي 5 + 10 + 0 + 9 + 15 زائد قيمة أنا ما بعرفها على عددهم 1 2 3 4 5 6 على 6، لازم يكون الجواب عندك 7. يعني مين هو العدد اللي بقسمه على 6 بعطيني 7؟ اللي هو 42. طيب 5 + 10 = 15 + 0 = 15 و15 = 30. 30 + 9 = 39. إذا كل هاي 39. يبقى الفراغ بده يكون كم عشان يصير 42؟ بتطرح 42 - 39، 12 - 9 بيطلع عندك الجواب 3. إذا 39 + 3 بيطلع 42، ف42 تقسيم 6 بتساوي 7. إذا الفراغ هون رح يكون عندك 3. بدك تحط هون قيمة في جيم، اللي هي عندك القيم 8 6 فراغ 15 13 بحيث يكون الوسيط بيساوي 8. الوسيط معناته بلازم ترتب ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير أو ترتيب تنازلي زي ما بدك. إذا بتحكي 6 بعدين 8 بعدين فراغ بعدين 13 بعدين 15. هلأ بدك أنت هون يكون في عندك عدد حتى يكون الوسيط 8. طبعا مش إحنا حكينا بالوسيط بشطب العدد الأول والعدد الأخير، بشطب العدد الأول والعدد الأخير. إذا الوسيط هون شو لازم يكون كمان؟ 8 عشان يطلع الوسيط بيساوي 8 زي ما هو مطلوب. أخيرا أعزائي الطلبة، رح يكون معانا السؤال الأول واجب. إذا السؤال الأول من تمارين ومسائل درس الوسيط والمنوال واجب بيتي، اللي هو من خلال الكتاب المدرسي. وبرجع بذكركم أعزائي الطلبة أنه سيتم إرسال أوراق العمل بحلولها الجاهزة، والواجب اللي راح نكلفكم فيه راح يكون مرفوع على موقع المدرسة ضمن مرفقات الدرس. شاكرة لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.